انا صفاء كمان من كفر الشيخ، اهلا بيك يا فندم. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اتفضلي. دكتور محمد لو سمحت، انا اتفضلي. بقالي 5 شهور دلوقتي قاعدة في البيت، ما بخرجش خالص، مش عايزة اخرج، مش عايزة اشتغل، ما عنديش طول بال ان اكلم حد. مريت بظروف صعبة بعد الانفصال وكده، وكان وسبت الشغل، فمش عارفة. حضرتك انفصلتي برضو من 6 شهور ولا من قبلها؟ ايوه على طول. يعني التعب ده جه بعد الانفصال. ايوه. في اطفال؟ لا، هي كانت جوازة سريعة كده، يعني يا دوبك شهر. ايوه. اخبار النوم عامل ايه؟ نومك بالليل؟ ايه، قلق، في توتر. قلق وتوتر في النوم. الشهية للاكل؟ نعم. الشهية للاكل، شهيتك لا، للاكل، نفسك حاطة للاكل. غزي في الاكل. ايه؟ حاطة همك في الاكل. التغذية في الأكل. أيوه. لو حد قاعد معاكي بتبقي حابة تكملي في القعدة ولا بتبقي زهقانة وعايزة يمشي؟ أنا ما بقعدش مع حد أصلا، ولو حد كلمني في التليفون ببقى زهقانة، بتبقي زهقانة. طيب. بقفل معاه، مش عايزة أتكلم مع حد. طيب صفاء، هو دي حاجة اسمها اكتئاب تفاعلي نتيجة للانفصال، ويمكن نتيجة لحاجات تانية متراكمة كمان من قبل كده، فدي حالة اكتئاب. حاولي على قد ما تقدري انك تخرجي من هذه الدايره المغلقه، لانه لما بيبقى في ازمه ونقعد في مكان مقفول فكاننا بنخزن اكتئاب طول الوقت، لانه مفيش تغيير واحنا قاعدين في نفس الدايره. فحاولي تخرجي من الدايره دي، دوري على شغل اذا كان في فرصه للشغل، لو مفيش شغل اطلعي روحي في اي حته، زوري اي حد، روحي اي مكان تاني، لانه المكان المغلق ده بيعيد الذكريات لينا تاني، يعني كانه بتصد في الجدران اللي احنا قاعدين فيها وترجع لنا تاني تتحوش جوانا. فارجوكي اتحركي خارج هذه الدايره البائسه الحزينه، واخرجي في دوائر اخرى مع ناس تانيين في اماكن تانيه. اذا نجحتي في تخطي هذه الحاله كويس، لو ما نجحتيش برضو تحتاجي مساعده طبيه شويه لحد ما الازمه دي تعدي. تمام. طيب معانا